متابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا اليوم معنا الإعلامية الكبيرة المثيرة للجدل سلمى أقصبي، وأنا فرحانة بزاف. الله يخليك، ميرسي بوكو. شكرا لك بزاف تنسيايا، شكرا لجميع الصحفيين الإعلاميين. أنا هنايا قبلنا رجيف، أنا قبل فنا الأسبوع ديالهم مساندينها كصديقة. أنا كنعرفها من شحال هادي، لا فيغيتي كنعرفها من هذا، كانت مع ميدي كنعرفو من شحال هادي، وكان بقى في الحال هذاك الخروج اللي كانت خرجات داكشي وما ساندهاش اون ستوري، مي حاولت انا نكون نهيت ليها، نهضر معاها، نحس بيها غير كاحساس، ما نديرش ستوريات باش نطلع الكونت ديالي وصافي. هادشي اللي كيحنا بلي حنا فرحانين ليها، حتى حنا دائما كنبغيو نرجس الحلاق وكلشي يتعاطف مع المغاربه كاملين. صراحة تعاطفوا معها بزاف، وخصوصا يعني لان هي امراه وكتبقى كتبغي تفرح براسها، وحنا متفاهمين هذا الشيء. ولكن للاسف بعض المرات كيقدروا يوقعوا بعض الظروف، ماشي مشكل. اليوم قولي لنا دينا، سلمى باردون، اي جوستومون غنقول لك السؤال، دينا أقصبي اش كتجي؟ لا لا تجي حتى شي حاجه، واخا كتشوف كتشابهوا في الابتسامة، تو الموند لو دي سا، كتشابهوا في الوجه والكمية، مي والو زعما غير زعما والو والو زعما شي نهار شي غدا ولا بعد غدا تدخل شي وحده تقول لكم حقا لا راه انا يا ماما كانت ضيفه ديال البرنامج ديالي في بلاصه وقالوا يا فصافصلي، وهضرنا على بابا غاصه ما كتجي لي حتى شي حاجه. ودابا في الحديث على البرنامج ديالك، منين تجيبي ديك الجراه؟ هذه شخصيتي انا هكاك دايره، من الحقيقه ديالي ما كنحشمش، ما كنت صغيره وانا هكا، يعني مين مع والديا ما كنتش كنحشم، كنحل عليهم الباب، ندخل نوقف عليهم، نسولهم، ما عمري ما كانت عندي ديك، ما كنخافش، وما كاينش اسئله اللي هما فريمون خايبين، كاع الا كانوا خايبين نبقى ندير ديك الضحكه ديالي كندوز. تبارك الله عليك. قولي لنا كاين شي جديد، شي بروجي جديد؟ كاين، دابا حنا يلا بدينا لونسينا برنامج كلاش كيدوز في القناه ديال تيلي ماروك، وكاين بروجي واحد اخر فكرنا اننا نديرو بروغرام خاص للمطاعم، يعني باش نعاونو فيك لا بانديمي اللي كانت ديال كورونا، بزاف ضروا بزاف، يعني كو سوا ريستورون لي سبا بزاف الحوايج، دونك فكرنا نديرو شي برنامج بوكوا با نعرفو بالمطاعم جداد، حتى القدام الصغير الكبير لي سبا لي زون دو بوتي، كل واحد نعطيو الحق ديالو صافي. هذه نقطة محسوبة عليك، تبارك الله عليك، دائما أقصبي يا سلمى أقصبي. قولي لنا شنو المشكل اللي عندك مع داك المغني المشهور اللي ما بغيتيش تقولي السمية ديالو اللي غتقوليها اليوم؟ قولي لي شحال من واحد، حيت ما كاين حتى واحد. لا كانت عندك معاه علاقة ومن بعد ولا المشكل؟ الاسم ما نقدرش نقول الاسم، هو مشهور سي فغي، ماشي مشكل، راه ماشي هو، هو كان الناس بيناتنا اون كومون هما اللي كانوا مشاو قالوا ليه شي هضرة وخداها بصورة أخرى، تولينا وليت أنا كيحكم عليا بشي حوايج وأنا ما دايراهمش، شي حوايج عمرني درتهم ولا عمرني غادي نقدر نديرهم، إي سما في ما سي نورمال، كون جي شي واحد فاس يقول لك واش درتي هاد الحاجة أوكي، مي بعد منك الله واحد تسمع الهضرة ديال الناس على حيت بك بيناتنا هادي لا، ولكن الاسم ديالو ما عادي، ولكن الاسم ديالو احتراما ليه ما نقدرش. ما تقوليش لنا الاسم ديالو، هو مغربي؟ عايش في المغرب؟ لا بين وبين في الامارات والمغرب. لا وصافي. قولي لنا سلمى شي حاجه بغيت تقوليها للجمهور ديالنا ومن على المنبر ديال اشواق عتاب. كنقول انا سي دوماج فين جيت ما لقيتش هذوك بعض الفنانات او الفنانين اللي كانوا خرجوا بستوريات فين طلع داكشي النرجس، ما لقيتهمش دابا، فينكم؟ هادي ما كاينش. انا دابا بغيت نقول لك، انا بغيت نسولك، كنعرفوا سلمى أقصبي ملي تتخرج بشي تدوينه في مواقع التواصل الاجتماعي كتكلاشي ليا. دابا كلاشي ليا. كنتسنى واحد الانسان، كنتسنى نشوف فين هي المسانده ديالك. مسانده في ستوريات باش طلعوا ليكم ديالكم، ولكن فينكم دابا؟ انا كنتسنى. شنو العكس ديالك؟ انت ما درتيش في ستوريات؟ اكزاكتومون. حنا
كنتسناو الا يمكن معطلة. احنا دابا دايرين الانترفيو قبل ما نرجس انها تطلع مع البنيته ديالها والله يخليها لها، ولكن انا كنتسنى ما جاتش ديك الساعه نخرجوا في ستوري تاع حنايا. اييه لان راه ما يمكنش، فهميني شنو بغيت نقول لك. اللي باغي يدعم شي واحد تيشيكمون عيطي ليها، هضري معاها، سيري عندها. اما ما كنديروش ما كنشهروش بالناس بهذيك الطريقه ونطلعي فوق الموجه، سمحوا لي وبركه. انا رسالتي لبعض الضيوف كانوا عندي في البرنامج، علاش شحال هذه كنا كنسولوكم شي اسئله عندها علاقه بحياتكم الشخصيه دائما ما كنتوش كتجاوبوا. مي ولا هذا الانستغرام ولا هذا لي كونط وداكشي عاد ولاو كيعجبكم الحال وليتو كتخرجوا ها كيفاش طلقت، اجي نعاود ليكم، اجي ها كيفاش تزوج، ها كيفاش خاني راجلي، باش كتطلعوا لي كونط ديالكم. وشحال هذه كنتو كتقولوا لا ما خصنيش نهضر على حياتي الشخصيه، شنو هذا التناقض اللي بالنسبه لكم؟ وبركه من الطاقه السلبيه حيت الناس عياو، ناس فريمون عياو مشاكلكم. نتوما نهار كتفرحوا راه ما كتكونوش كتخبيو داكشي ولا كديروا القلوب على الزوج ديالك ولا خطيبك باش ما نضربوكش بالعين، ولكن فكتطيحوا في شي حاجه اللي هي نيجاتيف كتفوجوها علينا بطريقتكم باش طلعوا ليكم ديالكم وباش تشهروا باش تركبوا على الموجه. بركه كلنا بمشاكلنا كلنا بهمنا، اللي كتشوف لي انايا مزوقه من هكا حتى انا اللي يوريك شنو كيوقع ليا، ولكن الحمد لله. مي باش كل مره نخرجوا بطاقه سلبيه ونعاودوا مشاكلنا وحنا كنعيشوا معاكم مشاكلكم. بركه عطيونا الجديد، عطيونا العمل، عطيونا الزوين، عطيونا الابتسامه والتفاؤل. تبارك الله عليك سلمى، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، شكرا بزاف. شكرا الاشواق وطاقم حمزه مريم ومريم. باي باي. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.